صباح الخير من جديد في الفقره الرياضيه. اليوم معنا كوتش نسرين. صباح الخير كوتش. كيف ويارا وسلمى، شو راح تعمل اليوم؟ اليوم راح نعلمكم بصراحه رياضه عن طريق الرقص. راح نعلمكم شويه سالسا وباتشاتا. حلو. والسالسا هي ليش إشي كتير حلو؟ لانه بنفرز هرمون الاندورفين بخلينا كتير مبسوطين، واحنا جايين نعطيكم كل الطاقه الايجابيه من خلال الرقص. يلا تمام التمام. أوكي. يلا جود لك. طبعا احنا كتير متحمسين لانه السالسا كمان بتحرق فات. ليه؟ لانه الهارت ريت تبعنا ما بيطلع كتير عالي، فذاتس واي احنا بنحرق فات فيها. وطبعا جايين نطلع لكم كل الطاقه السلبيه من خلال رقصه السالسا. كيف البيسك تبع السالسا؟ رح نبلش اول إشي. هلا هي 8 بيتس، فهي 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5. Okay. Now go. 1 5. Yes. Side step. يمين بعدين شمال. Yes. نفرد إيدنا. تذكروا إنه بيطلع كل الطاقة السلبية من خلال الرقص. ما تخيلوا قديش إحنا حاسين بالpositive energy. إن شاء الله توصلكم. Yes. Basic. نحاول lift right turn. Yes. رح أعيد الرايت تيرن مرة تانية، شمال لقدام يمين ولف. Again. Yes. تذكروا هي 8 beats. Side again. 1 5 1. Yes. Smile. Palm. Basic. 1. هلا سيكت بحركة الهيب هم الني. لما نحرك الني بدنا نحرك الهيب تبعنا. يس. رايت تيرن. نعطي شوية انرجي. نعطيكم. يس. اسو. هي. اسو. هي. حتى لو ما عرفتوا اشي جربوا هلا معانا، ما بتخيلوا قديش بتحسوا بشعور بالسعادة. تذكروا الاندورفين بنفرز لما بنرقص، خلينا كثير مبسوطين. يس. 1 5 1. اوبن. 1. يمين لورا شمال. دائما نمبر 2 6 ضلوا محلهم. يس. نفرد ايدينا يعطينا ستايل. يس. طلع كيف كاني عم بجيب مي لهناك. يس. بتعرفوا انه الرقص بقيم التوتر؟ لانه بقول لك الستريس بخلي هرمون الكورتيزول يتجمع بمنطقه البطن، فذاتس واي بنخليكم ترقصوا عشان يقيم كل التوتر من خلال الرقص. يس. بيسك. انرجي. رايت تيرن. بام. موف يور هيبس. يس. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7. ياه. شو تكونوا مبسوطين بهاي الساسة. هلا رح نعلمكم شوية باتشاتا. طبعا الباتشاتا برضو 8 بيتس. رح نروح 1 2 3 hop 5 6 7 hop hop hop. طبعا سينيوريتا الكل بيعرفها بس عاملين منها باتشاتا فيرجن. يس. يس. 1 9. بوم. الهيبس لفوق ومنرخي. بوم. Again. Yes. 1 2 3 4. هوب. تذكروا نحرق فات لأنه مضلنا على نفس الريتم. الهارت ريت ما بيطلع على 140 فجسمنا بحرق فات بفترة صغيرة، وإحنا هذا اللي بدنا إياه. إذا أنتوا قاعدين بالبيت هلا قوموا معي، ما بتخيلوا قديش هتحسوا بشعور بالسعادة بالهابينس. اندورفين ميكس يو هابي. يس. هوب. نعمل لفة فيها. جو. خلي ايدينا فوق عشان البالانس. سبوت على بوينت. اجين. يس. اجين. بام. هوب. يس. هوب. اليوم معانا يارا وسلمى، كثير متحمسين. احنا وصلنا لكم بالبرد، يعني ما بعرف كيف وصلنا، عشان بس نعطيكم هالطاقة الإيجابية الموجودة جواتنا لإلكم. يس. هوب. جو. هوب. بام. هوب. فورورد لقدام. و
1 2 3 5 6 7. حرك الشولدر هوب. يس سمايل. لما نضحك نحس اللي قدامنا فيها قديش حلو الشعور، ما بتخيلوا قديش شعور حلو. سايد يس هوب هوب بوز اجين يس بوم. طبعا بالرقص نحرك كل عضله بالجسم، عضلات مش متعودين نحركها عشان هيك هاي يعتبر شوك للبادي. يس وبتعمل خصر وبتعمل هيبس للبنات، طبعا بتضعف الهيبس. اي ميز لفه جو. لو ما عرفنا من اولها براكتس ميكس بيرفكت. يس هلا قوموا معانا جربوا جربوا، صدقوني لو اولها صعبه مع التدريب كل شيء بصير سهل. فورورد يس هوب 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 هوب. شكرا كثير لكم، احنا كثير انبسطنا انه احنا كنا معاكم اليوم، عملنا لكم شويه سالسا وباتشاتا، وان شاء الله بالفقرات اللي بعدين لقدام شوي نعطيكم رقصات جديده وحركات جديده. تذكروا انه السالسا بتعطي شعور كثير حلو بالسعاده اللي بنفرز هرمون الاندورفين، بيخلينا كثير مبسوطين وبقيم كل التوتر، ما بتخيل قديش تعطي ثقه بالنفس وبتطلع كل الطاقه السلبيه من خلال رقصه السالسا. شكرا كثير لبرنامج دنيا دنيا، وهلا بكملوا فقراتكم.